الباب 12 وصعد جرح ابوي من القداحة. جاك اسد من اسود اتلك بدين هنا كسرتك بشكارة. يلا سلام المرجع عليكم بنيران جهنم راح اكويكم بين السكر ده حجاي اخرق لكم انا جاي اعلم على شرفكم ادعس على عرضكم ابن ابن بسر مالكم بالتم فوق روحكم واذا بدك اثبات عن كلامي روح اسال ماضيكم عنا في بتاريخكم باعت كيكين والله انتي واحد مسكين في نفس الوقت ما بتعرف شو عم بصير شوف لي خواتك عند اي ضابط ايراني نايمين معقولي دفع لك مصاري وحطك حرس عليهم لا تستبعد هذا انت وهذا شرفكم وعشيتكم فلتو وهلا انا جاي ضبو جاي نيكو هاد شرفك وشرفو تعال خلصو انا استلمتو بحبسو دعستو بيالي مسحتو شرفك ريتو وحنيد وزبة في وجهك يا حمودي ابن القرداح رشقتو فتحان يكون اختك عم تلحسو ايه فتحان يكون اختك عم تلحسو